يا سيري، نعم يا سيدي الفرعون، شو وقت آخر مرة نشرت مقطع تجربة خدع التيك توك؟ أنك أيها الحيوان نشرت آخر مقطع قبل 12 يوما. لا لا، أكو غلط بالموضوع، أكو غلط بالموضوع. لازم ما اسكت على هذا الشيء. اليوم راح تكون عندنا يا اخوان تجربة خدع التيك توك، بس حتكون تحدي نار. راح نسوي التحدي ببجي موبايل، بس بنفس الوقت تجربة خدع التيك توك، بس حتكون خدعة واحدة بس. خدعة من زمان كان عاجبني اجربها، اللي هي شلون اوقف الباص اللي يمشي من واحدة ويطلع لوت. شلون؟ اليوم يا اخوان راح نشوف خدعة وراح نوقف الباص، بس التحدي مالتنا بعد ما نسوي الخدعة نكمل الجيم باستخدام اسلحة الباص فقط. اذا ما عرفت يا باص، واذا ما عرفت يا خدعة راح تعرف بالجيم. راح نقول السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله زين وياكم. اسف يا اخوان اذا شوية تشوفوني تعبان دايخ، قبل شوية كنت اصور مقطع كامل، حرفيا ساعتين تقريبا دا اصور، بالاخير ما ضبط فضجت حيل وقررت اصور مقطع ثاني. فقبل ما نبلش يا اخوان، تعرفوا ايش قد وصل هذا المقطع؟ كل زين تعرفون اللحن يسوي نفس الغشيم. 100,000 لايك يا اخوان، كلكم تقدرون تسووها كلش ايزي، واشتركوا القناة اذا مش انتم مشتركين، ضيفونا على الانستغرام هنا يا اخوان. بس خلينا نبلش. اوكي يا اخوان، قبل كل شيء قبل كل شيء لازم نجي نشوف الخدعه سويه. اوكي شباب، هاي الخدعه قدامكم مثل ما تشوفون، هذا هو الباص اللي ما اعرفه، الباص اللي بي لود تمام بالمود الايفو جراوند. شلون وقف الباص؟ اتوقع جاب درع، يب درع وخلاه قبال الباص وخلاص وقف الباص ونقدر نروح اللوت براحتنا. فالخدعه مالتنا ان شاء الله حتكون سهله، ما اعرف اذا راح يقدر بينا الباص ويتحرك. خلينا نقول بسم الله. اوكي يا اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا راح نطبه هنا ونخليه مود الايفو جراوند، اوكي، وراح نخليه سولو سكواد يعني اكيد. اوكي اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الباص لازم نحزر مكانه، انا اتوقع احتمال الباص يكون هنا، فراح انزل بسيفيرني، لازم ما اخذ شيء بس علاج والدرع وخلاص، لازم ما استخدم اي سلاح، لان هذا التحدي راح يكون ماتنا اليوم يا اخوان. هل راح نجيب التحدي لو لا؟ اكتبوا جواب التعليقات وحطوا لنا لايك. وايد بواتي هذا، مثلا هذا ابو اللبس الابيض عاجبني لبسه، بس بوت هذا شلون حيذب لي اياه؟ خويا وقف خويا خويا، لا لا اوقف، لا تحرك لا تحرك، تعال اوقف اوقف، طيب طيب لبسه. يا اخوان قلت لكم الطياره صار ما تسوي وايز مثل قبل، للاسف راح ناشر على سيفيرني وننزل بسيفيرني، انا ضايج ان الطياره ما تسوي وايز، ماكو احد يسب بالطياره، ماكو احد يغلط بالطياره مثل قبل. اوكي يا اخوان نزل، راح تكون هنا ويانا احد لو لا؟ ما ادري، الظاهر ماكو احد، كلش حلو، كل اللي نحتاجه بس درع ودم ونروح ندور على الصخامه هاي ونسوي الجلتش يا اخوان، كل اللي نحتاجه بس درع ودم، هذا هو. شوف النزله يا اخوان بيها احتراف مو طبيعي، ضابط النزله. اوكي خلينا ندور سياره لين ما راح نوصل المكان ما تنطق. صار ما رفعت شيء، صار اخوان ما رفعت شيء والله. اه سياره ماكو، اه باقي 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 باقي. ما يحتاج اللوت هاي المنطقه لانه لا لو ترى المنطقة احسن يا معودين، والله شنو بيك المنطقة. اوكي اذا بسرعة بسرعة، انا كل اللي احتاجه بس الدرع، بس الدرع، وين حلقة؟ الدرع ما راح حلقة طبعا، احسن احسن، شو سبب الدرع معود؟ دوخة راس يعني ما راح نلقاه، ما راح نلقاه، كلش حلو كلش حلو، لا لا جدا جميل الحدث سوى، ايه جدا جميل، يعني خلي شات جن يعني انت يعني ايه الدرع يا اخوان، يا اخوان الدرع 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 الدرع. طاوة شو اسوي بيها؟ انا اريد الدرع يا اخوان. من هذا النوع، عرفت عرفت عرفت، ماكو اها بالضبط بالضبط، ماكو درع عليش، والله الدرع دوخة راس يا اخوان، لا علي دور علي احسن لكم، يا رب ما يطلع لي درع، ان شاء الله ما يطلع لي درع. ابا دا اقول شنو هاي؟ هاي حمامات يا اخوان هاي، لا لا عيب عيب، عبالي مكان سر راح يطلع الفلير من هنا الليزرات شي طلع عيب. خلينا نشوف هذا الحمام يا اخوان، هذا الحمام انا متاكد بيه درع، شفته شفته، هذا يا اخوان هو اخر مكان راح نلوته بهاي المنطقه، اذا ما لقينا درع يعني معناته اكلنا خير. بس انا متاكد هذا النفق دائما بيه اشياء حلوه. درع صح؟ اكو اكو من هنا الدرع دوخة راس، لا حد يدور دروعه يا وليد، عفوف ما يفيد معودين والله، ايش تحجون انتو؟
مسوي درع ودرع والله من ما يريد يطلع لي والله 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 يا اخوان. احنا امشي اهم شيء هاي الطريقه الوحيده والتكتيك الوحيد على مود تفوز بالجيم، لازم ما تضوج وتخليك منسم فول مرتاح على مود تفوز الجيم. راح نروح ناخذ الباقي هسه نفرفر على الحمامات الدنيا كلها نفتر ببجي كلي ما راح نلقى درع، بس لازم نكون هادين هادين جدا. سعدنا مثلا هنا اول مكان ما بي درع عادي لك عادي، ولا تضوج نفسك انت ولا تغث روحك طز طز. هنا اكو شيء لو ماكو حمام فارغ احسن والله. ليش حمامات تخلون بيش الحمامات نعرف شو استخدامها مو للوت. راح نلقى بي يا رب ما نلقى ان شاء الله ما نلقى ان شاء الله ما نلقى. ماكو لقينا الدرع يا اخوان لقينا الدرع. لا ثواني 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 هسه تعال عادل قل الصخام الباص وين حلقاه ما ادري. يا رب الباص يكون هنا قريب يتحرك يفرفر شويه تلويزات. مشكله ذاك التيم اذا اجاني يعني انا علش رسمي يعني عندي طاوه يعني يا اخوان عيب. هو دائما الباص يمشي بهذا الطريق تمام، هالمره ماكو هالمره ماكو عيب عيب دائما يمشي بهذا الطريق والله. يا ربي وين حلقه وين حلقه وانا دافرفر لا سلاح لا صخام طاوه بس شاي طاوه وين راح يقلوني بيها والله. اها شو نسوي بالباص؟ بس قولوا لي شكات لين روحكم على الباص. الباص يا رب ان شاء الله ما يلقى باص. اوكي اوكي خل نكمل خل نروح ندور نفر الدنيا كلها لحد ما نلقاه. هو دائما يطلع هنا ومرات يطلع والله ما ادري وين والله والله ما ادري وين يا اخوان. انتم ما عليكم بس قولوا مريد يطلع باص وراح يطلع لكم ما عليكم. سكر حلوه الدنيا سكر دا غني على مود لا اضج لا تنرفز. سكر حلوه الدنيا سكر ترريري. الله الحياه حلوه انا فرحان وسعيد ومرتاح بحياتي عادي. فعل لاق حلو تيم حيطلع قبالي راح يقلوني. اها قام تضرب لي زرات بالجمال اه هو هذا الصح هو هذا الصح. على شنو هذا اختبار حتى الضوج وسام راح اضج راح ابقى فرفر بالبقي وهاي على ما طلعت لي راح ابقى فرفر بالبقي راح اطبق بالبيت على كان انا ما راح اموت. والله رجعت راحت العالم من واحد ها عرفت هاي مو هذا يعني على موت شنو ما عليكم لكم دخل. الله 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 اهم شيء انت ما تضوج ابد ما تضوج. حياه حلوه ومرتاح منسم ابا اللاق عادي هذا طبيعي دليل على انت شخص ناجح بحياتك. كمل طريقك روح دور على الباص ولو انت لو تموت مثل الجاوس ابقى دور على الباص عادي عادي. تبحث انت بس ما عليك ابحث عن السلام ابحث عن السلام وعندك طاوه وما عليك انت راح تتقلب الطاوه هاي استفد شويه يعني كل زين عارف بس انت ما عليك لا تضوج ابحث عن السلام. يا قلبي تعال انزل 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 يا وقف حيوان وقف تعبت والله تعبت لك تدري ايش قد لك رجعت لنفس المكان يا اخوان فرد الدنيا كلها والله. اثبت خلي لك الدرع بس اثبت امشي عادل بس تمشي عادل تمشي عادل لان اذا الدرع هذا ما وقفت بي اذيك والله. اوكي طلعنا هنا ضبط لك لسه يا اخوان. نزلني لك نزلني وقف لازم اروح اجيب سلاح انزل بيه. تعبت والله تعبت تدري ايش قد مشيت ويلي ما اصدق حلم تبعت ورا انه حلم هذا يعني بيت كامل بيوس مسدس نعله على الجلف الانتوبي نازي ماكو شيء. تعال يا ولي قندره تعال عبالي اختفي جدا احكي اعلم. تعال يا معود تعال صار لي ما ادري ايش قد افرفر بدون سلاح. انزل لك انزل انزل حلو نزل صندوقين راح ننزلهم كل اليوم. اي كي جيب اي كي الصوت عالي يا اخوان حتفجر السياره يا اخوان حتفجر وقفوا ها فجرت والله تفجرت فجرتي وليت الله صرت مثل البشر كنت حيوان. الله هسه الحياه يا اخوان عيشه حلوه هسه نروح للزون هسه نروح بعد للزون دائما يا اخوان يقول لك انتظار يعني بعدين ورا تنتظر بعدين تصير لك اشياء حلوه ما عليك انت. شنو هاي؟ فلير جان هذا فلير يا اخوان اللي حيطلع بيها تيم حسب ما سياره وراي لازم اوقف سياره وراي ايش راح اسوي؟ راح اخذهم على تيم انا متت يا اخوان لا اخذهم على تيم ولا بيعزلون. اوكي لا حلو حياه حلوه والله لا اخذكم على تيم لعد والله
ينك ينك بقى واحد فوق. اوكي بس خلي الوقت الدروب. تجيبه يا اخي تجيبه من البداية. تجيبه شكو هاي شكو هالحكي هذا. تجيبه من البداية. دول اثنين مو واحد. الدمج كل شو هاي ما ليش ما مات. غريبة انه ما مات. لا 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 والله مليت والله مليت من هاللعب هاي والله العظيم مليت مليت. ما تقدر تواجه واحد اربع وراك تواجه واحد يشتغلك نيدات ما تعرف شلون العب وياهم. والله ما تعرف شنو الطريقه اللي اقدر العب وياهم. لعبوها نفسي حرفيا. ما اني بوت الظاهر اني بوت والله ما دافتي الظاهر اني بوت. اتوقع لازم اقتنع انه اني بوت. هاي